السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة. في حلقة اليوم سنقوم بفتح علبة قالب من السيليكون لإنتاج أواني من الإسمنت، وكذلك في نهاية الفيديو سنتعرف على فكرة مشروع منزلي باستعمال هذا المنتج. إذن ابقوا معنا. إذن على بركة الله نبدأ بفتح علبة هذا المنتج أو هذه قوالب السيليكون. إذا نستخرج هذه القوالب، أنا توصلت بثلاثة من الأشكال. نلاحظ كيف هي القوالب. القالب الثاني، ربما كل قالب لديه كود خاص به. لاحظوا القالب الثاني كود بار بالنسبة للقالب الأول، كود بار والكود الخاص به، لا أدري ما تعني تلك الرموز. والقالب الثالث حلو، هو الكود بار الخاص به. المهم سوف نستخرجه. هذه كيف تظهر؟ إذا توصلت بثلاثة، وهي ليست غالية جدا، تقريبا $1 أو $2 على حسب نوع القالب، هو كبير أم صغير. على العموم كان هذا كل شيء بالنسبة لفتح العلبة. ابقوا معنا، سوف نقوم بتحضير الإسمنت ونحضر وننشئ مجموعة من الأشكال باستعمال هذه القوالب، ونتركها تجف وبعد ذلك نعرض لكم منتوج نهائي. ابقوا معنا. إذا هنا أحضرت القليل من الإسمنت، سأقوم بخلطها بالماء ونقوم بوضعها في هذه القوالب. إذا على بركة الله سنضع الماء. إذا بعد ملء القوالب نتركها لتجف على الأقل 24 ساعة. إذا السلام عليكم مرة أخرى، عدنا إليكم من جديد بعد مرور 24 ساعة تقريبا.
إذا سنقوم بفتح هذه الأدرية كافية، ولكن على العموم سأفتح إحداها أو أفتحها معا. إذا على بركة الله. تلاحظوا كيف هو جميل، شكله جميل جدا. ستحتاجون القلم الصنفرة هنا بالورق الزجاجي، أما نسميه بالورق الأحرش. إذا هذه بالنسبة للقطعة الأولى، أشكال هندسية رائعة. إذا القالب يصلح للاستعمال مرة أخرى، مرات أخرى. سأستخرج القطعة الثانية. القطعة الثانية وسنستخرج كذلك القطعة الثالثة. إذا مرحبا أصدقائي مرة أخرى، عدت من جديد. إذا في هذه الفقرة سأحاول أن أعرض لكم هذه القطعة، كيف القطعة التي أنتجت ربما عن قرب لكي تروها بوضوح. إذا كما قلت تحتاج إلى قليل من الصنفرة هنا، وهي جاهزة. إذا لاحظوا هنا كبعض القطع هنا لأن قطع الهواء بقيت لي، لم أقم بتحريك القالب جيدا. يجب دائما تحريك حتى استعمال ربما بعد العيدان هكذا لكي يتغلغل الاسمنت الى الداخل. على العموم لاحظوا، فهي رغم ان العيوب هنا لكنها جميله جدا. يمكن ان تستعملها لتغريس شيء صغير جدا او ديكور معين الى اخره، او اسمنتيه بعد ان تجف تماما ستصبح قويه جدا. لاحظوا الثاني كيف هو. ان كنت تستغرس فيه شيئا ما، يستحسن وضع ثقب صغير هنا. والأخيرة الصغيرة كذلك نحتاج لخليط من الصنفرة هنا. إذا في الحقيقة هي جميلة جدا. إذا يمكنك استعمال إسمنت الأبيض أو الإسمنت الرمادي كما استعملت أنا، وكذلك استعمال الجبس لما لا، فستحصل على مجموعة من الأشكال. إذا سنعود الآن إلى فكرة المشروع. ما هي فكرة المشروع؟ فكرة المشروع أنك ستقتني هذه القطع من السيليكون، وستنتج هذه القطع وستبيعها إلى مثلا حدائق المستنبتات، الناس الذين ينتجون النباتات
أكيد سيحبونها أو ستعرضها في الشارع، ستعطيها إلى شخص ما، بلا شك ستباع. فثمن هذه القطعة تقريبا هو 2 دولار إلى 3 دولار، تقريبا 30 درهم في المغرب، 20 درهم، وستنتج لك ربما حتى 100 قطعة. لا أدري، لن تضيع، فهي قوية، تبدو قوية، كاليتي قوية، لا تتوقع أن تدوم إلى الأبد، فبعدها ربما 50 استعمال، 60 استعمال ستضيع، ربما يتشوه الشكل إلى آخره. العموم نفترض أنها ستنتج لك 50 قطعة و50 قطعة و50 قطعة، ماذا تفعل بعد ذلك؟ تشتري واحدة أخرى فهي رخيصة من علي إكسبريس. ربما أنت إذا طلبت أطلب 3 من كل نوع، 3 من هذه و3 من هذه و3 من هذه، وبالتالي ستكون عندك إنتاجية كبيرة، ولما تبيع القطع الأولى ستشتري أخرى، ودائما تنتج. الأيام التي تنتج فيها إذا كان لديك المزيد من النقود تشتري المزيد من القوالب، وهذه القوالب توجد في أشكال أخرى، ليست فقط هذه الأشكال الثلاثة، يوجد ربما مجموعة من الأشكال الأخرى حتى الأشكال الكبيرة. المهم أنا سأرمي لك الفكرة، وأنت إذا أحببت المشروع فيمكنك البدء به والبحث فيه. قلت يوجد أشكال كثيرة جدا على شكل هرم، مثلثات، أواني مختلفة الأشكال بديكورات مختلفة. على العموم أنا اخترت هذه لأنها صغيرة ولا تحتاج الكثير من الإسمنت، مثلا كيس إسمنت 50 كيلوغرام، هل تدري كم قطعة ستحصل عليها من هنا؟ وأنت تعرف ثمن كيس إسمنت كم هو؟ وقم بالحساب وقل لي في التعليقات هل المشروع ناجح أم فاشل. أنا أتحدث عن مشاريع منزلية، مثلا شخص سيدة في المنزل لا تخرج إلى آخره، ستطلب من زوجها 1 أو 4 إسمنت وتقوم بشراء هذه القوالب، وفي وقت فراغها تنجز بعض الأشياء، مثلا ساعة في اليوم لديها مثلا 10 قوالب تملأها، تتركها لتجف في الغد، في الغد الثاني 10 قوالب أخرى إلى آخره، ستكون هناك أكيد إنتاجية. وأن تحدد ثمن البيع لا أدري. على العموم كان هذا كل شيء في هذا الفيديو، إذا سأترك لكم روابط القوالب في وصف الفيديو، ربما كذلك اشتريت قوالب أخرى سأنتظر حتى تصل وسأضع روابط أخرى، كذلك هذه القوالب سأحاول أن أجربها بالإسمنت الأبيض والجبس، ربما سأضع لكم بعض الصور عن الناس الذين يتابعوني في الصفحة أو حتى في منتدى اليوتيوب. هذه الأواني الإسمنتية تستعمل خصوصا في الديكور، وهذه صورة لبعض الاستعمالات، فمثلا يمكن زراعة بعض النباتات الصغيرة في هذه الأواني، وكذلك يمكنك وضعها في أو وضع شمعة فيها، وضع مجموعة من الأشياء، يمكنك كذلك صباغتها بألوان مختلفة، كما أنه يمكنك إنتاجها بمواد مختلفة كالإسمنت الأبيض. إذا بالنسبة للناس التي تريد أن تقوم بعملية حسابية قبل دخول هذا المشروع، وهذا من حقك بل وهذا ما يجب أن يكون، يجب أن تقوم بحساباتك قبل أن تدخل لأي مشروع، لا تدخل هكذا فقط وتخسر كل أموالك. على العموم سأقوم بإعطائكم أوزان هذه القطع، ربما حتى أبعادها، حتى تقوم أنت بعمليتك الحسابية. فأنت تعرف أن مثلا كيس الإسمنت ب50 كيلوغرام ثمنه هو كذا وكذا، ما هو وزن كل قطعة لكي أعرف كم سأستخرج من قطعة من هذه أو من هذه أو من هذه، وما هو الثمن الذي يجب أن أبيع به كل قطعة لكي أكون رابح، ولا ذلك، وهل ذلك الثمن معقول، هل سيباع لي بذلك الثمن أم أنه مبالغ فيه. كل هذا جيد جدا، لذلك سأعطيكم الأوزان. إذا هذه ميزان صغير هنا سأقربه مني، سأشغله. إذا طيب بالنسبة لي الأول 40 جرام، 40 جرام، نعم جيد، الأوزان خفيفة جدا، لاحظ الوحدة الجرام هنا جرام، وهو لم يجف بعد، عندما سيجف كليا ستنقص كمية من الماء وبالتالي سنتخلص من بعض الجرامات. الثاني 119 جرام، واحد 119.5 تقريبا، وبالنسبة للثالث 124 جرام. إذا أنت ستقوم بعمليتك الحسابية وتعرف كمية التي ستستخرجها وبكم ستبيعها إلى آخره. مرحبا مرة أخرى، وبالنسبة لهذه القطعة فقد أنجزتها بالإسمنت الأبيض، سأحاول تقريبها من الكاميرا لكي تراها بوضوح.
القطعة الثانية. القطعة الثالثة. لا أدري هل تظهر الألوان بوضوح مع هذه الخلفية، ولكن في الحقيقة تبدو رائعة. حتى الإسمنت الآخر يبدو رائعا. الجبس لم أجربه بعد، يمكنك تجربة مختلف المواد، حتى أنه في موقعهم يدعون أنه يمكن صنع قوالب من الشوكولاتة ولكن بوضعها في الثلاجة. إذا أعجبكم الفكرة ادعمونا بزر لايك وسبسكرايب، شاركوا الفيديو مع أصدقائكم. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم.